معايا الدكتور علي ناصف علي، رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتيه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور علي. كان في مداخله معايا بيسال على زراعه الفول السوداني في على طريق الضبعه، ونسبه الملوحه عنده 1000 في المليون، يزرع ولا لا، وايه المعاملات الزراعيه وايه الاصناف؟ 1000 بي بي ام يعني 1000 جزء في المليون. يزرع فول سوداني وايه الاصناف اللي يزرعها ولا ما ينفعش، ننصحه بايه؟ هو محصول الفول السوداني من المحاصيل الحساسه لتحمل الملوحه. ايوه. لكن لغايه 1000 بي ام هو ممكن يزرع، بس هيقل المحصول بحوالي 10%، يعني كل ما زاد الملوحه بيقل يعني. يعني هيزرع عادي بس دي هتديله محصول اقل 10%. هيقل المحصول شويه عن يعني المعدل اللي هو العادي يعني المصابين بالنسبه للملوحه. تمام. في المياه الري يعني. تمام. هو انسب معدل الزراعه امتى يا دكتور؟ هو انسب معدل الزراعه من 15/4 ل 15/5، من نص ابريل لنص 5. من 15/4 ل 15/5. ده بالنسبه لمعدل الزراعه. تمام. بالنسبة للأصناف والمعاملات الزراعية والتسميد والري تقول له إيه؟ تمام. هو حضرتك إحنا دلوقتي بالنسبة للفول السوداني إحنا عندنا صنف جيزة 6، ده صنف مبكر النضج. جيزة 6 ده صنف رومي، صنف رومي مبكر النضج، بيتحمل الإصابة بالآفات. متوسط الإنتاج بتاعه حوالي من 20 ل 22 أرداب للفدان. أيوه. هو الصنف المحلي اللي موجود اللي هو فيه موجود. ممكن تتحرك بالتليفون يا دكتور علي بعد اذنك، الصوت مش واضح. دكتور علي، يا دكتور علي فندم، الصوت مش واضح، ممكن تتحرك بالتليفون؟ انا اخر حاجه سمعتها ان صنف جيزه 6 بيديني من 10 ل 22 ارداب في الفدان. لا 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 لا، من 20 ل 22 ارداب الفدان. طب ما انا بقوله صنف جيزه 6 يدي من 20 ل 22 ارداب في الفدان. ايوه. تمام. ايوه. وبعد كده؟ ده بالنسبه لميعاد الزراعه المناسب اللي انت ممكن تزرع فيه الصنف المصري اللي هو الصنف بتاعنا. تمام. بعد كده بيبقى عندك المعاملات الزراعيه اللي عندك. اول حاجه الارض انت طبعا بتخدمها. يعني بيخطط الارض بتاعته بمعدل 12 خطوه قصبتين. ايوه. بيزرع اللي هو بمعدل مسافه بين الخطوط وبعضها 60 سم بين الخطوط، ومسافه جوه 10 سم، لان ده صنف قائم النمو. ايوه. وبعد كده المفروض هو قبل التخطيط وخدمه الارض بيضيف حوالي 4 شكاره او 4 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الفدان. ده عند الخدمه بيضيف سوبر فوسفات، لان ده عنصر بطيء التحلل في التربه، فبالتالي بيتحرك النبات، هو اللي بيضوي كل ما بينمو الجذر بتاعه، فهو بينزل الجذر وبيمتص عنصر السماد اللي هو موجود. تمام. ده بالنسبه لسماد السوبر فوسفات. هو لو كانت ارض جديده ممكن يضيف كومبوست بمعدل 3 طن كومبوست، او لو عنده سماد بلدي متحلل قديم عشان برضه ما يكونش مصدر للحشائش، يضيف بمعدل 20 متر مكعب سماد بلدي للفدان. ده بالنسبة للخدمة اللي هي بتبقى في الأول. في أثناء كده برضه أنا بضيف جرعة تنشيطية من سماد نترات النشادر، وده بيضاف بمعدل 100 كيلو جرام نترات نشادر للفدان. أيوة. بيضاف تلت الكمية دي عند الخدمة. وفي برضه عملية زراعية مهمة، إن هو بيعمل عملية تلقيح بكتيري، بس أهم حاجة إن هو يجيب اللقاح البكتيري الخاص بالفول السوداني. منين يا دكتور؟ وده لو نجح موجود هنا عندنا في المركز البحوث الزراعيه. ايوه. في الوحده هنا في معهد الاراضي بيجيب بيسين عقاديين للفدان. تمام. وده لو نجح التلقيح البكتيري عنده ده بيقلل او بيكتفي بالجرعه التنشيطيه اللي هو ضافها في الاول بالنسبه للسماد الازوتي. تمام. طب يعرف ان التلقيح البكتيري بتاعه نجح امتى؟ هو دلوقتي بعد ما يعمل التلقيح البكتيري، هو التلقيح البكتيري عباره عن ايه؟ ان هو بيجيب الكيس العقدين وبيبقى معاه محلول صمغي، بيفسد كميه التقاوي اللي عنده دي على الارض، وبعد ما بيقشرها طبعا لان بتزرع بالبذور، وبيجيب المحلول الصمغي ده وبيحطه على البذور يعني، وبعد كده بيجيب الكيس العقدين وبيفرضوا عليه وبيقلبه وبيسيبه لغايه ما ينشف شويه، وبعد كده بيبدا الزراعه. يعرف التلقيح البكتيري بتاعه اذا كان نجح بعد 25 يوم من تاريخ الزراعه،
بيجي في اماكن متفرقه من الحقل، وبيقلع النبات باحتراف بحيث ان هو يقلع الجذر كامل، وبيفتح العقد البكتيريه اللي موجوده عنده. اذا كان لون العقد البكتيريه لونها احمر قاتم زي لون الهيموجلوبين بتاع الدم، يبقى ده دليل نجاح التفتيح البكتيري. في الحاله دي بيكتفي بالجرعه التنشيطيه من السماد الازوتي اللي هي الاولانيه، وبيستعيض عنها باللقاح البكتيري. ما نجحش معاه وادت عقد بكتيريه لونها مخضر، في الحاله دي بيكمل جرعه السماد بتاعته اللي هي 30 وحده زيت الفدان. لو كانت ارض جديده بيضيف حوالي 45 وحده زيت الفدان اللي هو حوالي 3 سكايه من طرف نشاط. تمام كده، يعني بشكر حضرتك فعلا، ولو في اي معلومه انا هخليه يكلم حضرتك، وبرضه هنتابع معاك مره تانية علشان نمشي مع الموسم من اوله خطوه خطوه باذن الله. ماشي يا فندم، اشكرك يا دكتور علي. الدكتور علي نصف علي، رئيس قسم بحوث المحاصيل الذاتيه، بشكر حضرتك.